أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي لكل هول من الأهوال مقتحمي. أمن تذاكر جيران بذي سلامي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاذبة، وأومض البرق في ظلماء من نظامي، فما لعينيك وأثبت الوجد خاص
نائمي في الهوال عذري معذرة مني إليك ولو أوصف فلم تلومي مولاي صل وسل لابن لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كله بي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مختبي لكل هول من الأول مختبي عادتك حاليا أنا سري بمستتير عن الوشاة ولا دائم منحسب ما حدثني النصح لك لست أسمعه إن المحب عني والذل في صمامي إني اتهمت نصيح الشيب في عذال والشيب أبعد في نص عن التهم مولاي صل وسل ابن لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مهتم لكل هول من الأول مهتم فإن أمراتي من سوء ما تعظت من جهلها بنادي للشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل كرا ضيف أنا بمبرا شي غير مهتشم لو كنت أعلم أني ما أوكر كتمت سرا بدا شفاعته لكل هول من الأول مهتم لكل هول من الأول مهتم من لي برد جيما من روايتها كما يرد جيما الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاشي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهيم والنفس كالدم قم المشبع على حب الرضا مولاي صل وسل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
نفسي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي سهلة المرعى فلا تسيبي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري دائما أبدا
بينا.